يصرف على فلسطين والشعب الحر المقدر على على لا اصرف يا طير الحمام اصرف على فلسطين والشعب الحر المقدر وأصرف على فلسطين الشعب الحر المقدار على غيم على لام أصرف يا طير الحمام أصرف على فلسطين الشعب الحر المقدار على مين على مين أصرف يا طير الحمام أصرف على فلسطين الشعب الحر المقدار على مين على مين شكون زعيم الارهاب جورج بوش يا شباب شكون زعيم اوباما يا شباب اوباما يا شباب شكون زعيم اوباما يا شباب اوباما يا شباب شكون زعيم اوباما يا شباب اوباما يا شباب شكون زعيم الارهاب صامد صامد يا بلادي لو دمي سال دمي من اجل فلسطين درت وشلال صامد صامد يا بلادي لو دمي سال ودمي من اجل فلسطين درت وشلال صامد صامد يا بلادي وصامد صامد يا بلادي لو دمي سال دمي من اجل وهبت وشلال وصامد صامد لو دمي سال دمي من اجل فلسطين وهبت وشلال صامد صامد يا بلادي لو دمي سال دمي من اجل فلسطين وهبت وشلال صامد صامد يا بلادي لو دمي سال الاحتلال لا تطبيع فلسطين ماشي البيع الاحتلال لا تطبيع وفلسطين ماشي البيع وفلسطين ماشي البيع الاحتلال لا تستطيع والاحتلال 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 لا تستطيع فلسطين ماشي البيع فلسطين ماشي البيع الاحتلال لا تستطيع والاحتلال لا تستطيع والاحتلال لا تستطيع الاحتلال لا تستطيع والاحتلال لا تستطيع والاحتلال لا تستطيع والاحتلال لا تستطيع والاحتلال لا تستطيع إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للحي أن ينتصر ولا بد للظلم أن ينتهي ولا بد للشعب أن ينتصر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للحي أن ينتصر ولا بد للظلم أن ولا بد للشعب أن ينتصر لا فتح لحماس مقاومة هي الأساس مقاومة هي الأساس مقاومة هي الأساس لا فتح لحماس ولا فتح لحماس مقاومة هي الأساس مقاومة هي الأساس مقاومة هي الأساس
يكفينا 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 من حروب أمريكا أمريكا عدوة الشعوب. لا ضد البطالة ضد البطالة ضد الصهيون ضد الصهيون ضد التصوير ضد التصوير لأجل فلسطين لأجل فلسطين لأجل فلسطين لأجل الكرامة لأجل الحرية لأجل المساواة لأجل فلسطين لأجل فلسطين لأجل فلسطين نادي المماطل ضد الغلاء ضد البطالة ضد الصهيون ضد الميريكان لأجل فلسطين لأجل الكرامة لأجل الحرية لأجل المساواة فلسطين فلسطين قضية عربية المعتقل وفلسطين فلسطين قضية عربية معتقل الشهيد في الطريق سو وفلسطين فلسطين قضية تحديدا لذكرى 30 مارس لذكرى الإضراب العام لذكرى المسيرات اللي كتدات في منطقة الجليل في 1976 كنخلد ديكا 35 لانتفاضة الجليل ديكا 35 اليوم الأرض تحت شعار لإيطاق شعوب المنطقة وحدة وضمانة لحقوق الشعب الفلسطيني. الجمعية المغربية كتخلد هاد ديكا فحدة متميزة فحدة أساسية كتعيشها المنطقة فحدة الشعوب ديال المنطقة ديالنا كلها خرجت الشارع خرجت الشارع بطرق سلمية وحضارية خرجت الشارع باش تطالب حقها في الكرامة باش تطالب حقها في العيش الكريم باش تطالب حقها في تقسيم الثروات. وكان انتصار ثورة مظفرة في تونس وتبعتها مصر والاحتلال ثورة في مصر ثورة ثورة حتى الناس وثورة في تونس ثورة في مصر تورا ديال الذكرى 35 في إطار انتفاضة الشعوب العربية وفي إطار أيضا قيام مجموعة ديال الشباب ديال فلسطين بالتظاهر وبالمسيرات من أجل وضع حد للانقسام القوى الوطنية الفلسطينية من أجل وضع حد لهذا الانقسام اللي كيسود الساحة الفلسطينية وتوحد الجميع من أجل وحدة الشعب الفلسطيني على أساس برنامج المقاومة بجميع أشكالها ضد الغاشية ضد نظام الصهيوني الغاشم. والجمعية كتستغل هذه الفرصة باش تجدد من جهة أخرى باش تأكد وتجدد تضامن ديالها دائم مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة الدولة ديالو المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما كتجدد إدانتها الدعم تاع الإمبريالية الأمريكية الذي لا زال مستمرا في هذا الكيان المغتصب في الصهيون. سحقا الصهيون أميري وسحقا بالأقدام الصهيون أميري وسحقا بالأقدام الصهيون أميري وسحقا بالأقدام وسحقا بالأقدام الصهيون أميري وسحقا بالأقدام وسحقا بالأقدام قلت الأخوات والإخوان كنجددوا
المناشدة ديالنا الحارة لكافة فصائل الشعب الفلسطيني من أجل العمل على توحيد صف المقاومة وتجويع هذا الكيان الغاصب خدمة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وبناء الدولة الديمقراطية. احنا في الجمعية المغربية كذلك نجدد انخراطنا حسب الإمكانية ديالنا طبعا في جميع المبادرات الرامية لعزل كيان الأبارتايد، لعزل كيان الميز العنصري، الكيان الصهيوني. ولهذا المطلق كنجددو تأكيد الخيارات ديالنا الكامل في مبادرة مقاطعة الوضائع والاستثمارات الإسرائيلية BDS. لا لا ثم لا للتطبيع والهروالة، لا لا ثم لا للتطبيع والهروالة، لا لا ثم لا ولا لا ثم لا للتطبع والهرولة، لا ثم لا ولا لا ثم لا للتطبع والهرولة، لا ثم لا للتطبع والهرولة، لا ثم لا للتطبع والهرولة، لا ثم لا. هذه المسألة ديال انخراط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حملة BDS كيشرف لي خبركم اليوم بين اليوم دار ان ابل انترناسيونال نداء عالمي من اجل مقاطعه لوفو ناسيونال جويف. اقول لهم تحية لكل شهداء الثورة الفلسطينية، تحية لكل شهداء دينامية التغيير في المنطقة العربية والمغاربة. هذه المقاومة شعب سواء كان في أراضي التنوبين وفي قفاء وفي غزة وخارج أرض فلسطين كاشمي يوم أرض كان مصد وحدة في المقاومة للشعب الفلسطيني. هذه المناسبة كل انتباه لكم. مسألتنا وأنه حاليا عدد من شركات أوروبية وأمريكية تستفيد من الاحتلال، وفي نفس الوقت هي موجودة في بلادنا، وهذه وسيلة هي البحث الكيان الصهيوني إلى الأبناء على الشركات. ماشي معقول الشركات اللي حاليا كيبنيو الترامواي ديال القدس بناء اللي كيرتكبوا حسب القوانين الدوليه اللي تسمى جريمات حرب خلق، كيخلقوا عمل واقع على ارض فلسطين، كيخلقوا عمل واقع ديال الاحتلال. ماشي معقول هاد الشركات ديال فيوليا وديال غازبروم باش يستقبلوهم حنا في الدار البيضاء وفي الرباط باش يجيو يصوبوا حتى هنا. يعني الترام خصنا نقولوا لهاد الناس تيجاش سوريا تيجاش من فلسطين بأنه هذا المشروع ديال القدس كاين جوج شركات، كاين فيوليا وكاين أرستون، وأرستون حتى هي أرستون ديكاش أرستون ديكاش أرستون ديكاش أرستون ديكاش أرستون يا
الحمد لله.